Bonjour mes bons élèves, comment allez-vous aujourd'hui? Bien? رب ترم سعيد إن شاء الله وكل سنة وأنتم طيبين جميعا. نبدأ مع بعض إنتي تخوا زي ما سيادتك شايف وسيادتك شايفة لو كلوب دي لكتور نادي القراء. طيب الحاجات اللي إن شاء الله هندرسها حاجات سهلة بالنسبة لكم يعني عن القائل بيقول لي جو مابيل وبعد كده إتوا وجي كانزون وبعد كده لور لا لكتور لو سبور لانجلي اللي هي لي ماتيير سكولير بالاصح وبعد كده هنكمل بقى لغاية ما نوصل لي زادجكتيف بوسيسيف ودي افتكر درستوها بدال المرة 10 قبل كده. نبدأ الاول بايه؟ ديكريغ مون ليسي اي ايدونتيفي لي زوبجي دو لا كلاس، نعرف المدرسة بتاعتنا ونتكلم عن الحاجات اللي في الكلاس. مبدئيا ناخد الفوكاب الاول، بنقول ان جيمناز ان بيرسوناج ان كنترول ان سي دي اي لو سيلف سيرفيس ان اوبجي ان امبلوا دي تون لو سولي شمس ان تيتر لقب او عنوان ان ليفر كتاب ان فيلو عجله او دراجه ان اورديناتور كمبيوتر. الناحيه الثانيه ان ليكتور قارئ ان ليسي مدرسه ثانوي لو ميدي منتصف النهار دايما بيجي معاها امي دي، يعني ايه؟ عشان ابسط لك المساله واريحك اهو بقت امي دي. نفس الكلام هتبقى امينوي منتصف الليل او الساعه 12 بالليل. لوكار الربع لتوغان دو سبور ارض الملعب اللي هو النجيله اللي بنلعب فيها الفوتبول والجولف ان بروي دوشه ان اكزرسيس تدريب او تمرين لو سكيليت مسيو كلمة دي ماسكولا كلمة دي اخرها دوبل تي او بس ماسكولا تمام. ان ديكسيونير قاموس ديكشنري لو جلوب تيغستر الكرة الارضية ان بيرو مكتب. بعد كده نكمل الجزء اللي فاضل معانا. ايوه ان تابلو سبورة، طبعا قلنا لو تفتكروا الكلمات الاخيرة حرف الاي بنجمعها بالاكس ما عدا اللون بلو. بعد كده لو بروميي الاول لو بورت مانتو اللي هي الشماعة لي زافير الأشياء أو الحاجات، فاكرين الفيلم اللي هو أين أشيائي اللي هو أو سون مي زافير. إن كلاس فصل أو قاعة إن بورت باب إن تابل ترابيزة أو سفرة لا كوربي ا بابيي سلة المهملات لا بلونت النبات إن أوغ ساعة وهناخد درس الساعة بالتفصيل إن شاء الله إن ديتاي إن فغاز جملة une réponse رد أو إجابة. الناحية الثانية un cours حصة un cours حصة، ناخد بالنا إنه آخرها حرف اس ان repas وجبة آخرها حرف اس لو تي ان اي سبورة الذكية وصلنا لغاية كومبيان دو كم للعدد أميدي ظهرا دوفون قدام موا أقل جادور سا أحب أو أعشق جيست أو بيل بالضبط إيديال مثالي جوتيت ساعدك كوا ماذا أون بليس وكمان أو زيادة على ذلك أبسون غايب دغان عارفين دران 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 اللي هو صوت الجرس يعني. طيب بعد كده فيت بسرعة تار متأخر آخر جزء عندنا تيان امسك إليا يوجد إن يابا لا يوجد كار ربع كار يعني ربع. بعد كده aujourd'hui today اليوم et demi
دايما هتلاقوها في ميناء بعد الساعه، دايما بعد الساعه بدومي بتبقى في ميناء، يعني اخرها حرف ال سلمو يعني فقط. نيجي بعد كده للاختصارات اللي عندنا. اختصارات يعني ايه؟ يعني كلمة طويلة قد كده بنختصرها بكم حرف على بعض. اون فافواغ بيقول لي مات اختصارة لماتيماتيك الرياضة، بروف اختصارة لبروفيسور مدرس، سي دي اي سنتر دو دوكيمونتاسيون اي دانفورماسيون. بناخد اول حرف من كل كلمة اللي هو السي والدي والاي سنتر، ودي اللي هي دو دوكيمونتاسيون، وبعد كده اي دانفورماسيون. طيب اللي هو غرفة الوسائط يعني بتاعت المدرسة. سيلف سيلف سيرفيس مطعم المدرسة. تاني اللي هي تابلو نوميريك انتراكتيف برضو اول حرف من كل كلمة. ريكري اختصارة ريكرياسيون. بي دي اختصارة بون ديسيني قصة مصورة. نيجي بعد كده سي دي اللي هو ديسك كومباكت اسطوانة مضغوطة بس للصوت. التانية دي في دي اللي هي بتبقى للفيديو. ايست استوار اس في تي سيونس دو لا في اي دو لا تير علوم التربة والارض، وكنا بنستعملها بمعنى مادة الزراعة قبل كده. غيستو اللي هي غيستوغون. بيو بيولوجي الحاجة الايه البيو اللي هي من غير اسمدة، وبيولوجي اساسا مادة الاحياء. بعد كده فاضل لنا ايه؟ لو فيرب الي ده عدى علينا اكتر ما احنا عدينا على المترو قبل كده. الي بمعنى سوف او يصبح او يذهب، بيبقى جو في تو فا يل فا يل فا اون فا نوز الون فوز الي يل ال فون. بعد كده بيقول لي لو فيرب الي بلس شي رايح عند، يذهب عند. جو في شي مون امي انا رايح عند صاحبي، يبقى شي لازم يجي وراها بالظبط زي ما فهمت كده، لازم يجي وراها اسم شخص. طيب الي الا دي ممكن تتغير تبقى او سي دي اي مكان ماسكولين. طيب ممكن تبقى الا بوستروف اليكول، تبقى زي ما هي لما بيجي وراها ادجكتيف او اسم شخص. ا ماكلاس جو في ا لا غار عشان غار كلمه فيمينا. او بيراميد بقت ا يو اكس عشان بيراميد بلوريال جمع. اخر حاجة عندي اللي هي نبقى عارفين انه فيرب الي بيجي باكتر من معنى، ناخد بالنا كويس لما بقول جو في الي كول انا بروح، جو في بيان انا اصبحت بخير، لما بقول جو في الي او كليب انا سوف اذهب. نكمل الفيديو اللي جاي ان شاء الله. اوغفوغ.